عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا منورة دلوقتي ضيفنا الأستاذ إبراهيم جاد المحلل الرياضي في صباح أون تايم. بنرحب بحضرتك أستاذ إبراهيم، صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا أستاذ فرح، وأنا مبسوط طبعا إن أنا معاكي كالعادة. دايما بنبقى سعداء بوجودك معانا، ولكن دايما الموضوعات مختلفة، والحقيقة إنه تغيرات سريعة جدا على الساحة الرياضية من حال لحال. وشفنا مع حضرتك الأسبوع اللي فات كان لسه نادي الزمالك بيستعد لمباراته الإفريقية، وكمان النادي الاهلي بيستعد لمباراته الافريقيه، ودع نادي الزمالك البطوله بالخساره امام شباب بلوزداد بنتيجه هدفين مقابل لا شيء، قدر النادي الاهلي يفوز بنتيجه 4 اهداف، ويعني منتظر دلوقتي زي ما قلنا بقى ايه، خلاص بعد ما سان داونز شفناه في مباراه مثيره وممتعه مع نادي الهلال، ودي كان هقول بقى المباراه اللي كانت يعني بالنسبه للنادي الاهلي حياة أو موت. خلاص عدى من المأزق ده، ولكن دلوقتي في انتظار مباراته مع نادي الهلال إن شاء الله، ونتيجتها اللي هتحسم أمور كتيرة جدا. هو يعني هنبدأ الأول مع نادي الزمالك. نادي الزمالك عمل كل حاجة في دور المجموعات عشان يخرج من البطولة. بداية البطولة عند نادي الزمالك للموسم الثالث على التوالي فيها مشكلة كبيرة جدا. الزمالك في آخر 3 نسخ اللي ودع فيهم البطولة من دور المجموعات، الزمالك بيبدأ دايما المجموعة سواء بخسارة أو بتعادل، فقدان نقاط في اول المجموعه على ارضك تحديدا بيصعب المجموعه جدا جدا جدا، وده اللي حصل النسخه الحاليه. الزمالك في اول مباراه خسر من شباب بلوزداد، بعد كده تعادل مع المريخ، فبقت المهمه صعبه جدا جدا، لان فقدان 3 نقاط في ملعبك لازم تعوضها ان انت تكسب بره ملعبك وتحاول تتعادل مباراه ثانيه. الزمالك خرج بره ملعبه وتعادل في مباراه وخسر 2، بالتالي جمع نقطه واحده من 9 نقاط، والمباريات اللي على ملعبه جمع 3 نقاط من 6، بالتالي الزمالك صعب الموضوع على نفسه. المشكلة عند الزمالك بتتشعب في كذا طريق. كنا هنا كنت مع حضرتك وقت ما فيريرا رجع لنادي الزمالك بعد ما مشي من الزمالك بأسبوع تقريبا، كان قرار مش مفهوم خالص. المدير الفني نفسه راجع باين ان هو مش مركز خالص مع الفريق، راجع من غير جهازه الفني اللي كان شغال معاه قبل كده. تعبيراته نفسها على الخط وعلى دكة البدلاء باين ان هو مش مكترث باللي بيحصل في الفريق او الحاجة اللي بتحصل داخل ارضية الملعب. اختيارات فيريرا من اول يوم احنا بنقول اختياراته الموسم ده غريبة جدا. في لعيبة كانت من المتألقين الموسم اللي فاتوا واللي كانوا من اسباب فوز الزمالك ببطولة الدوري، زي وحددنا سيد عبد الله نيمار ويوسف اسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، الثلاثة دول ما بدأوش يدخلوا في الفريق من اول وجديد، او تحديدا سيد عبد الله بدأ يدخل في الفترة الأخيرة بس، وتم ابعادهم ودخول الصفقات الجديدة ما قدروش يثبتوا نفسهم. الزمالك عمل ابرم 10 صفقات في الانتقالات الصيفيه، لحد دلوقتي ما نقدرش نقول ان في لاعب واحد منهم اثبت نفسه ان هو اضافه كبيره للفريق. في لعبه كان منتظر منها كتير جدا جدا، تحديدا دونج على سبيل المثال، مصطفى شلبي. اللعبة دي ما قدمتش الإضافة المنتظرة منها، بل أصبحت شوية عبء على الفريق إنه بقى يلعب وهو مش قادر يقدم الإضافة دي. اللعبة طبعا عليها جزء كبير جدا جدا من الخروج الأفريقي برضو. ما شفناش رد فعل قوي من نادي الزمالك في دور المجموعات غير في ماتش واحد اللي هو مباراة الترجي اللي كانت في استاد برج العرب والزمالك كسب. غير كده ما نحسش ان لعيبه الزمالك عندها الحميه ان هي عايزه تكسب او ان هي تصحح من اوضاعها. فهي مشكله مركبه من تعامل الاداره في ملف المدير الفني للمدير الفني نفسه، واخيرا مع اللعيبه اللي ما قدروش ان هم يثبتوا نفسهم او ان هم يعدوا المأزق ده. فبنشوف الزمالك للموسم الثالث على التوالي بيودع دوري ابطال افريقيا، وبشوف ان البدايه دايما السيئه للزمالك في دور المجموعات هي اللي بتكون سبب خروجه من البطوله. الناحيه الثانيه القدر كان رحيم بالاهلي شويه. الاهلي برضو ممكن ما بداش البطوله بافضل شكل، برضو الاهلي وقع في غلطه الزمالك انه قصاد سان داونز في القاهره ما قدرش يفوز، ودي لعبكه المجموعه شويه على النادي الاهلي. لكن الاهلي نقدر نقول صلح ده ان هو كسب القطن الكاميروني ذهابا وايابا، عكس الزمالك اللي تعادل مع المريخ بره ارضه فما قدرش يعوض عدم الفوز في ملعبه. القدر كان رحيم بالاهلي شويه في مباراه سان داونز والهلال، واداله فرصه ان خلى بطاقه التاهل في ايد الاهلي. خلاص هو ماتش في الملعب ما بين الاهلي والهلال، اللي هيفوز يعني لو الاهلي قدر يفوز هياخد بطاقه التاهل. فرجع رجعت بطاقه التاهل للنادي الاهلي تاني داخل ارضيه الملعب، وفي ايد اللعيبه دلوقتي والجهاز الفني ان هو يا اما يقدر يفوز بالمباراه دي ويستحق التاهل، او طبعا لو ما قدرش الاهلي يفوز بالمباراه فهو لا يلوم الا نفسه، لان كل الظروف ساعدته ان هو يوصل في مباراه فاصله على بطاقه التاهل وتبقى في ايده هو. في بعض الكلام بيتقال انه شيكابالا بيمر بامور او ازمه صحيه، هل من وجهه نظرك شايف غيابه عن الفريق خلال الفتره الاخيره ممكن يكون اثر بالسلب؟
اكيد اثر بالسلب، تحديدا ان كان فيريرا بدا يعتمد عليه بشكل اساسي بدايه من مباراه سموحه، بدا مصطفى شلبي يكون على دكه البدلاء، وبدا يعتمد على شيكابالا مع زيزو كجناحين. شيكابالا ساعد الفريق بشكل كبير جدا جدا في عمليه ان هو بيستلم الكره بين الخطوط، ودي كان الزمالك فاقدها بشكل كبير. حتى لو كان فيريرا ممكن ما يستخدموش بشكل اساسي في مباراه زي شباب بلوزداد على سبيل المثال، بما انها مباراه بدنيه وممكن شيكابالا بدنيا ما يستحملش مباراه 90 دقيقه بالضغط البدني دون، لكن كان ممكن يبقى ورقه رابحه مع الفريق في اخر ربع ساعه او 20 دقيقه يقدر يغير المباراه، لانه هو يمتلك امكانيات الزمالك بيفقدها، فكره التدرج بالكوره وان هو دايما بيتحرك بين الخطوط عشان يربط الفريق مع بعضه. الزمالك فقد ده بشكل كبير جدا جدا مع رحيل اشرف بن شرقي الموسم الماضي، وبعدين تلاه رحيل امام عاشور، فما بقاش عنده اللاعب القادر يربط الخطوط ببعضها. شيكابالا قدر يعمل دون، وواضح جدا جدا تاثيره على الفريق تحديدا في مباراه سموحه لما كان موجود هو وسيف فاروق جعفر وكانوا نجوم المباراه. فالزمالك فقد شيكابالا فقد داخل ارضيه الملعب بالقدرات الفرديه بالذات ان الزمالك فاقدها، كمان على مستوى الشخص شيكابالا هو كابتن الفريق الاول، اكيد ليه تاثير على اللاعبين في غرف خلع الملابس، يقدر يتعامل مع المواقف اللي زي دي ويساعد اللعيبه على التعامل معاها، فاكيد كان ليه تاثير. كمان الزمالك ما كانش محظوظ في مباراه شباب بلوزداد بغياب كمان محمد عبد الشافي على مستوى النفسي للعيبه وعلى مستوى التحضير الذهني، محمد عبد الشافي هو الكابتن الثاني للفريق، فان يغيب الكابتن الاساسي وبعدين الكابتن الثاني ده بيأثر طبعا على الفريق نفسيا، واللعيبه دي عندها خبرات كبيره وعدت مع الزمالك بظروف كتير كانوا يقدروا يساعدوا اللعيبه ان هي تعدي منها او يحضروا اللعيبه نفسيا وذهنيا، فغيابهم اثر اكيد على الفريق طبعا. طيب هروح معاك ايضا لقرار الاستغناء عن فيريرا، من وجهه نظرك شايف انه ده افضل وقت وافضل قرار يجب ان يتخذه نادي الزمالك تجاه فيريرا، ولكن لازم يكون مصر او بيحاول بشتى الطرق انه العلاقه تنتهي بالتراضي زي ما بنقول؟ هو فيريرا وقته خلص مع نادي الزمالك وده خلاص واضح، هو المدير الفني ما بقاش عنده ما يقدمه، هو ممكن يبقى شاف فكره انه لما مشي وبعدين رجع تاني لنادي الزمالك، نادي الزمالك مش متمسك بيه خلاص، كان هو شاف ان دي مرحله وانتهت بعدين رجع، هو واضح ان هو ما عندوش اي شغف ان هو يكمل المرحله دي مع نادي الزمالك. الاخبار اللي طالعه من جوه نادي الزمالك ان تدريبات فيريرا نفسها تحولت لتدريبات روتينيه كامله، اللعيبه بس بتعمل الجزء البدني الخاص بيها، بعد كده يعملوا التقسيمه بس، ما بقاش في تركيز زي ما كان حاصل الموسم اللي فات، كنا بنسمع ان هو بيقعد يقف مع كل لعيب ومع كل خط بيوجههم اكتر، بيعلمهم ان هم يقفوا ازاي من اول وجديد، بيخلي الفريق ازاي يتحرك ككتله واحده، ده كله ما بقاش موجود، بقى مجرد تقسيمه وخلاص داخل ارضيه داخل التدريبات يعني. فواضح ان هو مش مركز مع الفريق، ان هو بيقضي وقت مع الفريق لحد ما يمشي، سواء بسبب وجود الشرط الجزائي او بسبب ان هو مش خلاص ما بقاش مهيئ نفسيا ان هو يكمل مع الفريق. برضو ده واضح ان هو ما اصرش انه يفضل معاه الجهاز الفني المعاون بتاعه، على الرغم ان فيريرا مدير فني بيتمسك جدا جدا بجهازه الفني، مدير فني ما بيشتغلش غير بالادوات اللي معاه، ففكره انه يوافق ان الجهاز الفني يمشي وبعدين يطلب جهاز فني تاني ما يجيش ويفضل الموضوع عادي بالنسبه له، ده يدل ان هو ما بقاش خلاص مهتم بالموضوع او مش مدينه الاهميه الكبيره. فبالتالي اعتقد هو الوقت المناسب خلاص ان فيريرا يمشي، يبدا الزمالك يدخل مرحله جديده. الزمالك خلاص خرج من بطوله افريقيا في الكاس، خرج من بيراميدز، قدامه بطوله الدوري وان كانت صعبه جدا جدا طبعا المنافسه على بطوله الدوري في الوقت الحالي مع فرق النقاط، لكن قدامه مهمه صعبه في الدوري ان هو اصلا يحقق مركز مؤهل لدوري ابطال افريقيا، لان يعني عدم تاهل الزمالك لدوري ابطال افريقيا هتكون مشكله كبيره جدا جدا لنادي الزمالك في الموسم اللي جاي. فشوف ان الزمالك محتاج ان هو يشوف تجربه فنيه جديده وان مرحله فيريرا تنتهي مع الفريق. من وجهه نظرك يعني كنت لسه في بدايه الحلقه بتكلم عن رجل المرحله، نادي الزمالك محتاج ان هو يبحث عن رجل المرحله، اسماء كثيره بتتردد على الساحه، كابتن خالد جلال، كابتن احمد حسام ميدو، ولسه الامور مش واضحه، شايف من وجهه نظرك انه المدير الفني يبقى مصري وجهاز المعاون بالكامل؟ بشوف يعني الاهلي والزمالك في الوقت الحالي تحديدا فكره ان الجهاز الفني او المدير الفني يكون مصري هي مخاطره كبيره جدا جدا، الضغط الجماهيري دلوقتي ضغط جماهيري هائل تحديدا على السوشيال ميديا اكتر من وقت سابق، ضغط جماهيري هائل، المدير الفني المصري ما بيقدرش يتحمل الضغط دون بشكل كبير بسبب ان هو عارف اللي بيحصل، عارف اللي بيدور، قادر يشوف الجماهير بتقول ايه عنه، فده بيأثر عليه بشكل كبير جدا، عكس المدير الفني الاجنبي بيقدر يفصل نفسه ما بيقدرش يتابع ردود الافعال بشكل كبير. فبشوف رجل يعني الافضل للاهلي او الزمالك تحديدا وحتى منتخب مصر لما جه روي فيتوريا هو المدير الفني الاجنبي بسبب الضغوطات الكبيره جدا جدا المحيطه بيهم، الضغوطات الجماهيريه اللي على السوشيال ميديا تحديدا، التعامل معاها دلوقتي بقى صعب جدا جدا، الاجهزه الفنيه المصريه تحت الضغط دون
الموضوع هيبقى صعب وهيبقى محتاج مدير فني عنده خبرات كبيره جدا جدا عشان يقدر يتخطى دون. كمان حاله نادي الزمالك دلوقتي على المستوى كلاعبين وعلى مستوى الطموح بما ان الموسم يعتبر من الناحيه الافريقيه انتهى وفي الدوري المنافسه بعدت شويه، فان مدير فني مصري يجي مع حاله اللاعبين النفسيه دي ممكن يحصل تعثرات في البدايه لحد ما يبدا اللعيبه تفوق تاني، ده ممكن يخليه الهجوم يزيد عليه اكتر على المدير الفني ما يقدرش يتحمل الضغط دون. فبشوف الافضل الاتجاه للمدير الفني اجنبي بسبب ضغوطات الجماهير الكبيره وعدم يعني قدره المدربين المصريين ان هم يتحملوها بشكل كبير. استاذ ابراهيم لسه الحديث مطول معاك ولسه في موضوعات تانية هنتكلم فيها على النادي الزمالك والنادي الاهلي ايضا وبطوله كاس الرابطه، ولكن مشاهدينا نستاذن حضراتكم فاصل قصير نرجع لكم مره تانية في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقرتنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة الأستاذ إبراهيم جاد المحلل الرياضي في صباح أون تايم. عودة لحضرتك يا أستاذ إبراهيم مرة تانية، أروح معاك لمسابقة كأس الرابطة. الحقيقة أنه مع بداية البطولة استمتعنا امبارح بواحدة من أجمل المباريات، قدر يحسمها فريق حرس الحدود بضربات الترجيح بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 أهداف. شفنا مباراة ممتعة ومثيرة، ولكن بنقول المباريات لا تقبل الاسم على 2 زي ما بنقول كده يعني. النهارده في مباراتين مهمين ان شاء الله، ايضا مباراه نادي الاسماعيلي مع غزل المحله، مباراه الاتحاد السكندري مع فاركو. من وجهه نظرك المباراتين دول ممكن يكونوا عاملين ازاي؟ خلينا نقول هي بطوله كاس الرابطه فرصه مهمه جدا للانديه، اي نادي محتاج ياخد بطوله او تبقى تدي له دافع تحديدا للانديه الجماهيريه، بطوله كاس الرابطه هتكون بطوله مناسبه جدا لده. بطوله مشوارها مش طويل، خروج مغلوب، هي بتركز في 4 مباريات خلاص بقت بطل البطوله، فهي فرصه للانديه الجماهيريه تحديدا ان هي تاخد بطوله تسهل الطريق عليهم وترجع لهم الشغف تاني بالبطولات والكلام ده، خصوصا مع صعوبه طبعا المنافسه على الدوري او كاس مصر. الاسماعيلي وغزل المحله، الاسماعيلي هي فرصه ليه بعد الترنح الكبير في بطوله الدوري انه كاس الرابطه يكون دافع مهم ليه ان هو يبدا بدايه قويه في البطوله، خصوصا ان احنا شفنا الاسماعيلي حتى الموسم الماضي وهو بيعاني في بطوله الدوري وصل لنص نهائي كاس الرابطه. غزل المحله نفس الكلام، الموسم اللي فات كان غزل المحله بينافس على الهبوط، شفنا غزل المحله بيلعب نهائي كاس الرابطه قصاد فيوتشر، فهي بطوله ملهاش احتمالات يعني، وكل الاحتمالات موجوده. الاسماعيلي مع رجوع كابتن حمزه الجمل عنده مهمه ودافع جديد ان هو يحقق البطولات. الناحيه الثانيه غزل المحله من بعد الفوز على نادي الزمالك ما حققش اي فوز ثاني مع كابتن عبد الباقي جمال اللي كان قدم استقالته وبعدين تم رفضها. فمباراة ما بين زي ما بنقول فريقين جريحين محتاجين الفوز النهارده، هيدي دفعه معنويه كبيره للفرقتين سواء في بطوله الدوري او في كاس الرابطه ان هم يكملوا المنافسه. غزل المحله قد يكون يبدو اجهز من نادي الاسماعيلي من بدايه الموسم، بس زي ما حضرتك قلت ان هي المباراه لا تقبل القسم على 2، ما بتعترفش قوي بالمستوى على المدى الطويل، هي حاله الفريق النهارده وازاي كل فريق هيقدر يتعامل مع المباراه. شوف ممكن كابتن حمزه جمال النهارده يتعامل مع المباراه بشكل افضل شويه لان هو مدرب متوازن اكتر من كابتن عبد الباقي جمال اللي بيحب دايما يكون مدرب هجومي ويفرض سيطرته، وده بيخلي فيه مساحات دايما عند نادي غزل المحله ممكن الاسماعيلي يستغلها. الناحيه الثانيه بشوف البطوله دي تحديدا فرصه مهمه جدا جدا لنادي الاتحاد السكندري اللي بيعيش موسم تاريخي تحت قياده زوران. من بدايه الموسم الفريق وصل لفورمه ممتازه ما شفناهاش من 10 سنين على الاقل، فرصه مهمه للاتحاد ان هو يستغل دون في بطوله كاس الرابطه ان هو يحقق الانتصارات ويمشي في البطوله شويه، وليه لا ممكن نشوفه بيكسب بطوله زي دي، جماهير الاتحاد محتاجها والنادي نفسه محتاجها. لكن النهارده ماتش هيكون صعب جدا جدا على الاتحاد السكندري وصاد مدير فني زي كابتن طارق العشري متمرس في الماتشات اللي زي دي. كابتن طارق العشري شفناه وحقق بطولات نوعيه بطولات الكاس وخروج المغلوب مع نادي حرس الحدود من قبل كده، هو بيعرف يتعامل مع المباريات دي، بيعرف يمشي المباراه زي ما هو عايزها وياخد اللي هو عايزه من اللقاء في الاخر سواء ان هو بيخطف هدف او بركلات الترجيح. فماتش صعب جدا جدا النهارده على الاتحاد السكندري، فاركو مع لقى نفسه مع كابتن طارق العشري وقدر يرجع للصبغه اللي هو كان فيها مع نونو الميدا شويه، الصبغه الدفاعيه والهويه الدفاعيه لقاها مع كابتن طارق العشري، وكابتن طارق العشري لقى فريق مؤهل ان هو يلعب بالطريقه اللي هو بيحبها.
فبشوف ماتش هيكون فيه نديه كبيره جدا جدا، واشوفه ممكن يمتد كمان لحد ضربات الترجيح، خصوصا ان كابتن طارق العشري بيعرف يدافع بشكل كويس وبيعرف صحيح. يلعب على الهجمات المرتده. بالتالي الماتشين صعبين جدا والبطوله اكيد الوقت. وممكن كمان يعني ممكن مع مرور الماتشين نلاقي في حذر زياده شويه من الفريقين، كل فريق هيبقى خايف ان هو يخرج من الـ من الـ من البطوله، بس اتوقع ان هي هتبقى تكون مباريات ممتعه النهارده. طيب لو رحت معاك لكاس الرابطه واستكمالا لمباراه نادي الزمالك مع فريق البنك الاهلي ونادي الاهلي وازمته بخصوص تاجيل مباراته مع المصري بورسعيدي، انا بشوف الاهلي في النهايه هيلعب، اشوفه هيشارك في مباراه المصري، لكن هيكون الاتجاه اكتر للمشاركه باللاعبين الشباب او اللاعبين البدلاء. خلاص هو الاهلي واضح ان تفكير مارسيل كولر والاداره متركز دلوقتي كله على ماتش الهلال السوداني، هو ماتش فيصل طبعا في موسم النادي الاهلي، بطوله الدوري برضو اللي غايبه عن الاهلي من موسمين تركيز كبير عليها، فاعتقد الاهلي مش هينهك لعيبته اكتر في كاس الرابطه، خصوصا ان الاهلي اصلا يفقد حوالي 8 لعيبه او 9 لعيبه من لعيبته الاساسيين في المنتخبات المختلفه، فيكون الاتجاه للنادي الاهلي اعتقد هيشارك في المباراه باللاعبين من قطاع الشباب مع اللاعبين اللي محتاجين يتجهزوا زي مثلا محمد الضوي، كريستو لعيب لسه مش نهوش محتاج يلعب اكتر، برونو سافيو البعيد من فتره محتاج هيشارك، ممكن نشوف ايمن اشرف اللي خارج حسابات كولر ان هو ياخد فرصه، هي فرصه للاعبين دول في مركز حراسه المرمى طبعا علي لطفي ومصطفى شوبير، ممكن نشوف حد منهم. الاهلي اتعامل مع البطوله دي من السنه اللي فاتت بنفس الشكل، ان هو لعب باللاعبين الشباب طلع منهم واستفاد من دون بخروج بظهور لعيبه زي زياد طارق وزي محمد مغربي وزي محمد اشرف، ممكن يستفيد الموسم ده برده ان هو يشارك لعيبه جداد ولاعيبه شباب لعل وعسى يستفيد بلعيب منهم ممكن يخرج اعاره او يستفيد بيه الاهلي على المدى القريب. الاهلي مش مدي اهميه كبيره للبطوله وحاطط اولوياته، والفرق الكبيره دايما لازم تكون مرتب اولوياتك، والاهلي مرتب اولوياته، هو رقم واحد واثنين بالنسبه له الدوري وبطوله افريقيا، بعد كده كاس مصر وكاس الرابطه تجربه ان هو يجرب اللعيبه الجديده، واعتقد الاهلي هيفضل يتعامل بالشكل ده، وده هيكون فرصه طبعا للنادي المصري مع كابتن حسام حسن ان هو ممكن يمشي في البطوله برده زي ما اتكلمنا على الانديه الجماهيريه الاسماعيلي وغزل المحله والاتحاد، فهي فرصه طبعا للنادي المصري وكابتن حسام حسن. طبعا مشاركه الاهلي باللاعبين الشباب ممكن يسهل المباراه شويه على المصري، لعيبه لسه ما بيلعبوش مع بعض كتير، لعيبه ما فيش انسجام ما بينهم، ده ممكن يخلي المباراه اسهل على النادي المصري. الناحيه الثانيه الزمالك البنك الاهلي اعتقد هو من اقل مواسم البنك الاهلي من منذ تاهله، لكن الزمالك برده ما بيمرش بحاله استقرار فني او اداري او باي حال من الاحوال، وحتى اللاعبين على المستوى الفني مش مستقرين، فممكن تكون دي مباراه بوابه للبنك الاهلي ان هو يرجع تاني ثقته والدافع ليه، خصوصا زي ما قلنا مباراه خروج مغلوب، مباراه واحده بان انت تبقى في الفورمه في المباراه دي ممكن تغير شكل الموسم بالكامل للفريق. طبعا صحيح، تحياتنا ليك استاذ ابراهيم، دايما بنسعد بوجودك معانا، شكرا جزيلا جدا النهارده على التحليل الرياضي، بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق لكل الفرق المصريه اللي مشاركه في البطولات الافريقيه.